برحب فيكم بحلقة جديدة من أوتو فوكس. هالأسبوع مرافقيننا بازرجي موتورز لنحتفل سوا بعدة مفاجآت وإنجازات جديدة. كالعادة معي أمل ميمون فتال. كيفك أمل؟ هاي كريستينا. أمل اليوم رح نعمل لونش لأسيوبي جديدة، بس قبل ذكرينا بهيستوري جي أي سي. صحيح، جي أي سي موتور المصنع العريق يلي انوجد سنة 54 بالصين ويلي بيصنع عدة ماركات عالمية من السيارات لسوق الصين. مثلا تويوتا، هوندا، جيب، فيات وغيرها. وأكيد يلي حصد عدة جوائز عالمية بتصنيع سيارات، ومثلا 8 سنين على التوالي بالجي دي باور للجودة، وأكيد الفايف ستارز بالكراش تيست، وعدة جوائز عالمية أخرى. وعمل عدة موديلات خاصة لإله تعرفنا عليها قبل، مثلا جي اي سي جي اس 8، جي اس 4، جي اس 3. واليوم هلا رح نشوف فيديو لانش الاس يو في. صحيح، الاس يو في الجديد الملفت للنظر. نعم. واللي رح اكيد يبهركم اول ما تشوفوه. نعم. لنشوفه. لكن جي اي سي امكو هايبريد بشكل رائع لانشينج اليوم على اوتو فوكس عبر الام تي في، خبرينا عنه. من خلال اوتو فوكس ومن خلال الام تي في عم نتعرف على جي اي سي امكو هايبريد اس يو في، يعني بالفعل رائعة، الرائع الملفت للنظر. لحظة من الامام هاللاينز يلي شكلهم شكل الفي. نعم. للفيكتوري الأدوية ال اي دي يلي هن شكلهم شكل الماتريكس اكيد، وبيضووا ورا بعضهم، عم نشوف علوة عن الارض، عم نشوف هاللاينز يلي ماخذين من كلمة الشادو يلي. نعم. بترمز لمعنى امكو اكيد، علوة عن الارض. من الخلف عم نشوف كمان السبويلر الميكا. نعم. ستايل سبويلر وضوء الاكس شيب يلي عم يجي ال اي دي كريستال لامب. مظبوط. والبانوراميك جلاس روف. صحيح. وحتى الدور هاندلز المخبلين. مظبوط، الالكتريك دور هاندلز يلي دوروا ان هن مقاومه الرياح وبالتالي لاداء احلى. مزبوط. واقوى على الطريق يلي بالفعل مشغول على اداء التفاصيل من الخارج. صحيح، عم نشوف التايرز يلي عم يكونوا 19 انش كبرون. نعم، هلا عم شوفها من ورا كمان. صحيح، كلها مشغوله باداء التفاصيل. لاحظ السبويلر يلي اخذ الميكا ستايل والضوء يلي عم بيكون على الاكس شيب. نعم، وكمان ال اي دي الاحمر يلي عم يعطيها الشكل الملفت. لكن صار وقت ننتقل لداخل الامكو لنتعرف على ابرز تفاصيله. مثل ما شايفين انتقلنا لداخل الامكو هايبريد، خبرينا عن تفاصيلها امل. مثل ما جي اي سي عودتنا بتشتغل على السياره باداء التفاصيل، لاحظ الكومبينيشن ما بين الجلد والستيتشنج وحتى كونسبت الراوند، عم تشوفي انه الاي سي جاي روتيتبل راوند، ماسكات البواب جايين روتيتبل، حتى هون الكونسول عم بيكون شكله شكل مبهوم. نعم. كونسول عريضه نقدر نحط التليفون ويشرج، وبنفس الوقت بتكون عم توطى لحتى تهدي التليفون ما يوقع نحن وسايقين. اذا قديه بتسهل كل شيء للسائق. الكريستال جير شيفتر من كمان قلنا من كونسبت الالمازه. مزبوط. كمان بالكونسول حتى عم شوف تحت الكونسول في ستورج كمان. ستورج روم اكيد. نعم. والامبيانت لايتنج اللي بيتغير حسب المود تبعنا اكيد، المالتي فانكشن ستيرنج ويل وانظمه القياده المتعدده الموجوده فيها، الكونفورت، الايكونومي، السبورت يلي فيك تتحكمي فيهم. مزبوط. من خلال الشاشه، واكيد البلوتوث، الميرورينج، الابل كار بلاي. صحيح، كلها مدروسه لحتى تناسب الظهر وما اكيد ما مزبوط. حتى شفنا حكينا عن الجلاس روف ذكرناه. صحيح. أكبر جلاس روف بفئتها بخلينا نحس نشعر باللايت، وأكيد ما في أحلى منها وقت تكوني سايقة وعم بتشتت الدنيا وعم بتشوف الشتاء عم بينزل على السيارة. أكيد. اس يو في هايبريد. نعم. بتكنولوجيا راقيه عاليه جدا اكيد، بمواصفات عديده ما بقدر اعددها. نعم. هلا مثل ما شايفين على الشاشه بالفيديو عم شوف اكثر تفاصيل. هالشاشه العريضه اللي عم بتكون 10.1 انش اللي فيها كل المالتي انترتينمنت، اكيد الروتيتبل اي سي مثل ما عم نشوف، الماسكات حتى ماسكات البواب عم بيكونوا راوند. نعم. راوند شيب. وقد ايه واسعه؟ اتس فاميلي كار. مزبوط، الجلد وغيرهم من المواصفات اللي عم تعطيها الرقي والجمال بقلبها. نعم، لكن صار وقت ننتقل لبرفورمانس، نحكي عن سيفتي كمان. أكيد.
من بعد ما تعرفنا على شكلها الخارجي الرائع للأمكو هايبريد وعلى تفاصيلها من الداخل، بقى نحكي عن performance وسيفتي. خبرينا عنهم أمل. محرك جي اي سي أمكو 2.0 لتر هايبريد HEV هايبريد عم يعطيني 180 هورس باور و 300 نيوتن متر. سيارة جدا وفيرة عم تعطيني تقريبا 400 بالتنكة. ليه؟ لأنه هي بمحركين، محرك عم بيكون هايبريد ومحرك على البنزين وبيشتغلوا مع بعضهم بطريقة بروبورسيونيل مع بعضهم. دونك كمان مزودة بالديديكيتد هايبريد ترانسميشن، هالفيتاس يلي بخليها تفصل ما بين وقتها تكون هايبريد ووقتها تكون على البنزين. وكمان عم بتكون عم تعطيني توفير بنزين، عم تعطيني 400 بالتنكة. نظرا لهلا الاوضاع لوضع أكيد. البنزين وكل القصص عم بتصير بلبنان، يعني جدا مناسبة، سيارة جدا مناسبة وجدا جدا وفيرة. والسيفتي فيتشرز فيها موجودة فيها بكل اشكالها، بنبلش بالايت ايرباكس اكيدة، واكيدة النظام يلي فيها يلي هو الاديجو يلي مثل هو كانه كوبايلوت بيساعدنا نتفادى الوقوع بالحوادث، البري كوليجن بريكنج سيستم وغيرها من مواصفاته المعروفه، واكيد الاي بي اس الاي بي دي الاي اس بي وغيرهم اكيد من مواصفات السلامه الموجوده بالجي اي سي مثل ما عودتنا اكيد. حتى بالسيفتي اكيد بادق التفاصيل بتشتغل مزبوط. لكن هلا رح نشوف فيديو على الشاشه مثل ما عم نشوف، خبرينا عن الانجاز اللي عملته. حصدت الجي اي سي بلبنان على اهم صفه اذا بدك، اللي هي انه نحن كنا الاوائل ببيع وتسجيل السيارات الصينيه بلبنان لعام 2023، يلي هو اهم انجاز عملته الجي اي سي بلبنان اليوم ومن خلال بزرجي موتورز. نعم اكيد، الف مبروك. هلا بقى نعرف سعره، تحمسنا نعرف سعره للامكو. سعره لونشينج اوفر لجي اي سي امكو اليوم، ومثل ما عرفتوا انه نحن كل شيء عم يغلى، حتى الجمرك عم يغلى. مزبوط. انما بزرجي موتورز والجي اي سي اصروا انه يلتزموا بسعر بناسب الجميع، بناسب كل اللي عم يسمعونا، يلي هو 31900 قبل التفقة والتسجيل. وبنصح الجميع يجوا يعملوا تست درايف على السيارة. نعم. عنا بصالة العرض يلي رح نحكي عنها الجديدة الموجودة. نعم. ببيروت مقابل البار اكيد نيو شوروم. الف مبروك. كان بدنا نشجع كمان يجوا يزوروكم. صحيح. بتشوفوا كل موديلات الجي اي سي الموجودة فيها، واكيد عند الوكيل ببعقلين الشوف. نعم. ونحن اكيد ناشطين على السوشيال ميديا اكيد. لحظة هون وهلا عم نشوف اصلا شوروم الجديدة دغري فيسنج للبار لبيروت بار. كيف ما برمتوا بتشوفوا. ألف مبروك، إن شاء الله يكون وجه خير عليكم. شكرا. بدي أتشكر كثير على وجودك معنا اليوم أمان، وما تنسوا تتابعونا بحلقات مقبلة من أوتو.